طبعا اليوم انطلاق التظاهرة أو اليوم الأول في التظاهرة اللي لنبذ العنف ضد المرأة اللي كانت طبعا بإشراف اللجنة الاجتماعية مجلس البلدي حي الأندلس والمنظمة العربية لحقوق المرأة تقريبا. طبعا تم الاتفاق أنها بتكون تظاهرة إن شاء الله تمتد لحوالي 16 يوم، هذا أول اليوم إن شاء الله بدت فيه. طبعا تهدف الحملة هذه أو التظاهرة هذه إلى نبذ العنف ضد المرأة. احنا نعرف أن المرأة فعلا قاعدة تتعرض لعنف، احنا ما نتكلم عليه بخصوصية، نتكلمه بشكل عام. احنا نرى المرأة العربية، نرى المرأة حتى الليبية، يعني العنف اللي صار فانة، واللي أهم وأصعب المرأة الفلسطينية لما تتعرض فيه من عنف ومن قامت اللجنة الاجتماعية طبعا برئاسة الأستاذة سميرة شداد، هي عضوة مجلس بلدي ورئيسة اللجنة الاجتماعية، بالتنسيق لهالحملة. وإن شاء الله بإذن الله انطلقنا اليوم، حتكون برنامج متكامل لمدة 16 يوم. في من ضمن البرنامج تتخللها زيارات حتى للسجون النساء، زيارات لدور الرعاية، زيارات لكل المؤسسات اللي تتعلق بشأن المرأة. وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم التوفيق، وإحنا كبلدية حي الأندلس طبعا الراعي والدعم لهالتظاهر هدية. وإحنا كبلدية حي الأندلس يسرنا أن ندعم أي حراك يمس المواطن، أي حراك يعني شعبي، أي شيء، أي برامج تخدم المواطن خدمة مباشرة، إحنا سنكون سباقين لها، وإن شاء الله ربي يوفقنا اللي فيه الخير إن شاء الله.